هذا سائل يقول: إذا سافر رجل في طائرة فهل يقتل أيضا؟ كل واحد السفر، كل واحد على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة أو على صاروخ كما تسمونه، الله رخص للمسافر أن يفطر مطلقا، ولم يحدد هذا، لم يحدد هذا. وإن كنتم مرضى أو على سفر لم يحدد هذا، نحن لا نحدد شيئا لم يحدده الله عز وجل، فما دام أنه مسافر إنه يفطر ويقصر. نعم.